ابننا يا جلال. وبعدين فارس العطار ده بعيلتكم كلها. طب اهدى اهدى يا سليم، الموضوع يتحل. احنا هنخسر بعض ولا ايه؟ اهدى ازاي يا جلال؟ قولي وفهمني انت، اهدى ازاي بعد ما كنت حاطط ايدي في ايدك وابنك يضربني في ظهري؟ طب اقعد اقعد. تلاتة بالله العظيم ما كنت اعرف ان مروان هيعمل كده يا اخي. ده لعب عيال يا اخويا. لعب عيال يا حبيبي تبقى تستحمله، عشان تبطل يا جل بعد كده تمشي ورا العيال. الله 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 الله، ما انتوا اللي بدأتوا، انتوا اللي دخلتوا العيال في اللعبة. ما بلاش نفتح في القديم احسن، عشان ما نفتحش في سيرة اللي عملته انت ومتولي. الله، ما هو زين اهو خلاص يا حبيبي، الله يرحمه دخل في الموضوع وحكم فيه وخلص. انا عارفك لما بتتعصب بتبقى وحش. لا ما ببقاش وحش، ببقى وحش قوي. يلا زي بعضه، ما اختلفناش. وحش وحش على قلبي زي العسل، بس ما تنساش ان احنا كلنا في مركب واحد يا سليم. عارف يعني لولايا ما كانش فارس دلوقتي بقى عايش، ولولايا برضه ما كنتش انت نجيت من حبل المشناه. خلاص ما مش ممكن يا سليم يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار، ما ينفعش. والغبي قسما عظما بعزة جهل، الغبي ده لازم يعرف الصح. وعموما سليم يا اخويا يا حبيبي، محضر لك حتة مفاجأة النهاردة، هتبقى اعتذار يا سيدي عن اليومين اللي قعدهم فارس عندنا. يلا. ايوه والله زي ما بقولك كده، النهاردة هنرد شرف عيلة العطار. تسكت عن حجي ولا ايه يا عم؟ انا مش صغير. محدش في العطارين صغير، العطارين بيتولدوا كبار. ياد اقعد. طول ما فيا نفس داخل ونفس خارج محدش هيلمسك وعديها له، بس نلم نفسنا الاول ونشوف رجالتنا، وبعدها حقك هيوصلك من قبل حتى ما تسأل عليه. يعني أنا آخرتي هتبقى عكاز؟ ده أنا حتى مش عارف أمشي بيه. واحدة واحدة يا أخويا، بعدين أنت لسه ما تعودتش عليه، مع الوقت وجلسات العلاج الطبيعي هتبقى زي الفل. أيوه، بوقت العلاج الطبيعي هقدر أتسند على عكاز عشان أخش الحمام لوحدي، صح؟ مش عايزك تقولي الكلام ده خالص، أنت هتبقى أحسن من الأول بكتير. صالح ما تكذبش عليا، انا عارف ان انا مش عارف امشي تاني، بحس ده في كل مره ماما بتحاول فيها تطمني. ماما كانت دايما تقول لي انا نفسي اتسند عليك لما اكبر، دلوقتي انا اللي هتسند عليها. ما تقولش كده يا اخي، كلنا حواليك. من امتى وانتوا حواليا؟ ما كل واحد مالي في حياته، اللي في شغل واللي مسافر، عمر ما كان في حد حواليا. بس انا مش هسيبك، هفضل جنبك عشان انت اخويا اللي بحبه، وهترجع احسن من الاول بكتير. ايوه كده بقى اهو، هتبقى احسن وربنا. ايه يا علي مالك قاعد كده في اللي طبيخ خدالك؟ انت اتجنيت ولا ايه؟ انت نسيت ان الكبير؟ كنت فاكر لما تبقى الكبير تبقى جنبي مش عليا. هذا اللي عمره ما يحصل يا علي. عاجبك اللي كان عمك زين عامله فينا؟ عايزنا نفضل خدامين عنده؟ يا ريتنا فضلنا خدامين وقلبنا على بعض بدل ما تكبر وتكسب. مبسوط دلوقتي وانت مكان عمك زين واخوك هو الخدام؟ انا عايز اكبرك وارجيك. وانا مش عايز. انا مش فاهم قصه مش عايز دي. مش عاوز يا اخي. مش عايز ايه بالظبط؟ مش عايز تحرك لي بمزاجك وتجوزني بمزاجك كيف الحريم؟ لا عندك. أنا بتجوزك بمزاجك أنت، إحنا محدش معانا عشان تمثل إنك مغصوب على جوازتك من بنت زين دي.
انت هتتجوزها بمزاجك انت عشان انت بتحبها ومن زمان كمان، وعارف كمان انك عمرك ما فكرت في حد غيرها. يعني انت متجوزها بمزاجك مش بمزاجاني. مش غصب عنها يا عبد الله. ترضاها لي؟ ترضاها لاخوك؟ سبق ورضتها على نفسي يا ابن امي وابوي، بس انت حظك احسن مني بكتير. هتتجوز اللي بتحبها. يا ريتها كتبت لي يا عبد الله. وانت بقى هتجوزاني عشان بحبها ولا عشان مصلحتك؟ لا عشان مصلحتي ومصلحتك انت كمان. البيت دي لازم تبقى في صافنا. اخويها يا اخي وخليها تحبك. كيف بس؟ كيف؟ عمري ما هنسالك انك صغرتني يا كبير. كان في حالة دفاع عن النفس بعد الفيديو اللي تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ناقص عشان يظهر العكس. أستاذ سليم، هل الدرجات دي منافسة بين رجال الأعمال ممكن توصل لحبل المشنقة؟ هو ده اللي واضح للأسف. تفتكري مقابلة عمي دي هتفرق معنا؟ أكيد إن شاء الله هتفرق معنا في الشغل، والباقي هيبقى شغلنا احنا وشطارتنا. بس أنا كان نفسي يبقى ليا دور معاكم. انت هيبقى لك دور. زكريا مستحيل يقدر يتابع كل شغل الشركة، وصالح ملوش في التجارة انت عارف. يعني انت اللي هتسندني وهتشيل معايا في الشغل. اشيل ايه؟ انا مش قادر اشيل نفسي حتى. ايوه دلوقتي عشان رجلك مكسورة. انا قصدي لما تخف انت هتبقى سندي. انا عارف، بس انا خايف تفضلي مستنية حاجة عمرها ما هتحصل. هتحصل هتشوف. بنبعدهم عنا، احنا عايشين الحياة اللي بتخلينا نبعد عن الناس اللي بنحبهم علشان ما يتأذوش معانا. احبك احبك وانقسم نصين على فمك، اضمك وانطلق جناحين ورفرف بك، أطير بيكي وأطير ليكي وأضفر غنوتي بلحنك. أحبك تنمت يا ده حسن؟ سايب الدكان ونايم؟ مؤاخذة يا عم حمزة، أنا بس كنت تعبان شوية فريحت، وبعدين عملت جرد لكل الحاجات اللي في المحل وكله تمام. ما تنامش تاني، اغسل وشك عاد ساعة كده وتقفل الدكان. حاضر يا عم حمزة. صحيح أنا الفلوس دي لقيتها في الكرتونة بتاعت الشاي. حطيتهمش في الدرج ليه؟ حطهم ازاي بس في الدرج يا عم حمزة؟ يعني أنا معرفش أصلا دي فلوس إيه، وبعدين احطهم في وسط الفلوس بتاعتنا كده الدنيا هتتلخبط. تمام يا حسن، الله يرضى عليك يا ولدي. ربنا يخليك يا عم حمزه. بصعبش عليك؟ وامي وعيلتي ومراتي اللي هم ما يعرفوش حاجه عني ولا انا اعرف حاجه عنهم ولا عارفين يوصلوا لي، وكل ده بسبب ايه؟ ابوك اللي زقك عليا. ما صعبوش عليكي؟ انا مش عارف ازاي صدقتك. عشان ما كنتش بمثل، بحبك بجد. عمرك ما خدت بالك من نظراتي ليك؟ ويوم ما اتكرمت وقربت مني كنت دايما بتفكرني ان انت متجوز وبان انا رخيصه
وان انا ضلك في السر. ما تقوليش ان انت ما خدتش بالك، ما خدتش بالك ان انا محتاجه لك ومحتاجه حنيتك، وان انت دايما بتبعدني عنك. انا ماليش دعوه بابويا، انا بحبك يا زكريا. وانا عمري ما كرهتك يا ناديا. عمرك ما كرهتني؟ مش كفايه يا زكريا؟ انا عمري ما حسيت ان ضعفي معاك عيب، وده من حبي فيك. انا بضعف معاك وبقوى بيك، بس ابوس ايدك، ما تكسرنيش اكتر من كده. مش عشان ابنك اللي في بطني، خلاص. طيب خلاص تعطيش. انا ممكن اعمل اي حاجة عشان خاطرك، بس وحيد اغلى حاجة عندك، ما تقساش عليا اكتر من كده. خلاص بقى، خلاص بقى. انا عايز الواد يطلع بيضحك، مش عايز يطلع بيكشر ويعيط. عايز واد حلو كده يضحك. بصي، انا عايز واد يطلع قمر كده، شبه ابوه. ومعانا اتصال، في حد مصر يشارك معانا. الو الو. نتعرف بيكي. معلش عارفيني من اني اقول اسمي. الاستاذ سليم عارف صوتي. انا بتصل علشان ابارك له على البراءه، واقول له حاجه عمري ما قدرت اقولها له قبل كده. على رأي الست، عزة نفسي منعاني. اتفضلي حضرتك قولي اللي انت عايزاه. عايزه اقول لك يا سليم، انا كنت راضيه اموت جنبك ولا اني اموت بعيد عنك. ايوه جهان، الموضوع بتاع القصر ده مش هيتحل قانوني. امال هيتحل ازاي؟ خلاص يا مراد، دور على حل تاني. المهم ولادي يرجعوا يتلموا في بيتهم. يبقى ما قدمناش غير الحل اللي انا قلت لك عليه قبل كده. رجاله وسلاح ويقتحموا القصر وناخده زي ما اتاخد مننا. وايه اللي منعك تعمل كده؟ يعني الرجالة بتوع الصعيد وبتوع النوبة زي ما تقولي كده مقيرين معانا، يعني مش تمام معانا. ده الكلام اللي قالهولي سليم. وكمان غزال عبد الله مشبع على الآخر. مفيش قدامنا بقى غير رجالة من الحارة. هات رجالة من أي حتة وشوفهم ياخدوا كام. بصراحة بقى مفيش غير واحد بس هناك اللي يقدر عليهم، واسمعوا كلامه ونفذوا كل طلباته. قصدك مين؟ انت عارفة قصدي مين؟ قصدي يحيى العطار. كيفك يا حاج وفيك؟ دورت دوار العمدة يا زكريا. الدار دارك، لكن العمدة مش موجودة هنا، لأن أنت مش العمدة. أنا العمدة وبورك رسمي يا زكريا. سيبك من الأوراق، أنا جاي لك في خير، خير ليا وخير ليك. بس الأول أنا عايز رجالة، رجالة وسلاح. أديك رجالة وسلاح وتحاربني بيهم بعدين يا زكريا؟ كيف أحاربك برجالتك؟ أنا لو طلبت منهم إنهم يلفوا السلاح ناحيتك هيتخون. أنا حربي مش هنا، أنا حربي هناك في مصر، في القصر اللي لو خشيته الخير هيعم ليا وليك. نفكر. الموضوع عايز ضمانات يا زكريا. الضمانات اللي على كيفك. نبقى عيلة واحدة، تتجوز بنتي. قلت ايه؟ ايه اللي جرى في دماغك يا عبد الله؟ اتجننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش يا عمي، انا باخد حقي. حقك منين؟ اوعى تكون فاكر ان الورقه الخايبه اللي معاك دي هتخيل عليا. لا، انا ممكن ادفنك هنا وما اخليش فاضل منك غير دماغك البايظه دي. وانا سهل ارد يا عمي. نزل سلاحك يا غزال، ما تخليش حسابك يتقل اكتر من كده. عايز تقول حاجه تانية يا عمي؟
ولا قلنا ورد؟ انت كلامك تبلعه خالص وما اسمعش صوتك. يا خساره يا عبد الله، وانا اللي افتكرت في يوم من الايام انك شبهي، بس للاسف طلعت عيل غشيم. يظهر ان لازم اربيك تاني من اول وجديد، لان ابوك صبري كان حنين عليك اكتر من لازم. اللي تربى تربى خلاص يا عمي، زمن التربيه ولا احنا اولاد النهارده. تعال يا عمي حط يدك في يدي، انت عارف لو يدك في يدي يا عمي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يار؟ هنقتل ناس تانية ولا ناخد حقوق مش حقوقنا؟ لا يا عبد الله، مش عمك سليم اللي يحط يده في يد واحد زيك. خلاص يبقى نورت يا عمي. وماله؟ نورت نورت يا عبد الله، بس هنتقابل تاني. هنتقابل تاني، وساعتها هتندم على اليوم اللي انت شديت فيه عن العيلة. سلام لأهل السلام، لكن انتوا أهل نار وهتولع فيكوا. بعد الدق ادخل. سمير خير يا ولادي؟ في واحده واقفه برا وبتقول ان هي عاوزه مدير الدار. مش انتوا خبرين ان ما بنقابلش حد في نص الليل؟ روح قول لها النهار له عنين. لما قلت لها الصبح قالت. قالت ايه؟ مالك بتقطع ليه؟ قالت ان هي بنت زين العطار. زين العطار؟ ماشي يا بنت الغالي. مالك يا حبيبي؟ لا ما فيش حاجة، بس بركز شوية. بقول لك ايه؟ اعمل لي فنجان قهوة. قهوة؟ القهوة قدامك اهو، وانت مش شربتش منها حاجة، دي حتى بردت. معلش مش مركز. هو انت لما رحت الوفيق قالك حاجة ضايقتك؟ لا لا لا، ما تشغليش بالك انت، ما فيش حاجة. هو انت ناوي على ايه؟ كل خير ان شاء الله. بقول لك ايه؟ دهيلي رؤية، مش عايز حد ياخد باله. يلا. حاضر. نورت الدار يا بنت الغالي، مش كنت تقولي كنا استقبلناك احسن استقبال؟ ده احنا برضيك بنعرف نستقبل الضيوف. هو انا ليه بتصل بيكوا كتير قوي ومحدش بيرد؟ كيف ده عمرها ما حصلت؟ لا حصلت، حصلت كتير. انا اتصلت اكتر من مره عشان اسال على حسن اخويا، ويوم ما رديته قلت لي ما فيش حد هنا اسمه حسن. حسن ما بقيش في الدار وما حدش خابر طريقه. طب ما تعرفش اي طريقه اوصل له بيها؟ ما قلت لك حصل من يوم ما هاجم الدار محدش خابر أترى. العلم عند الله يا بنتي. اسمعي، الوقت اتأخر والليل هنا واعر قوي، وانت ضيف عندينا، وعرف الدار بيقول حتبيت هني. انا هخلي العيال يجهزوا لك المضيف، واللي معاك ده 8 حيبيت مع العيال. حصلوني الراجل الشرير ده، هو ليه عمال يقول ضيوف ضيوف؟ ده انت حتى اسم ابوك بره على باب الدار. سيبك منه يا تمني. بقول لك ايه، انا عايز اتفق معاك على حاجه. فهمت يا رؤية؟ اوعى حد يحس اني جنبك. ما تخافش والله، وديك هتشوف. الو مين؟ ازيك يا هايدي، انا رجية. رجية بنت زينب العطار. عايزه مننا ايه تاني يا رؤية؟ استني بس، انا ماليش دعوه بحاجه. انا وابوي مش موافقين على اللوم ما عملته، وغالي صبره كمان مش موافق. انا قلت اتصل اعرفك واطمن عليكم. انتوا بخير؟
يعني عجبك اللي عمله فينا ده؟ احنا هنا ما عارفينش حاجه، طمنين عليكم كلكم بخير. والبت عاليه بخير؟ عبد الله يا ستي طردنا من القصر وضرب نار على حازم في رجله، وحاجه سلمى عنده وعاليه كمان معاهم هناك. ما دخلتنيش ليه معاك يا عمي؟ ما كنتش ضامن رد فعلك. بعدين انا كمان مش عايز اخلق مشاكل اكتر من اللي احنا فيها. يا عمي انا كنت هسكت، ما انا بكبر بيك. المهم ناوي على ايه؟ انا كنت عارف ان انا لا هاخد لا حق ولا باطل، انما برضو كان لازم اعمل الزياره دي علشان لما طربقها على دماغه ودماغي اللي معاه كلهم ابقى عملت اللي عليا. ما قلتليش يعني مفيش اي كلام عن الانترفيو؟ مفيش رد فعل؟ دي ناس كتير جاوا مشاير الفيديو بتاعك يعني ونشرين الصورة الحقيقية. انت عارف الفيديو ده عامل كام مشاهدة على اليوتيوب؟ كام؟ لا معرفش، انا بسألك انت كام. طب اخرس. اصل يا عم ناس كتير كلموني بيقولوا لي مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، كأنك نجحت في الثانوية العامة يعني. بس الناس كلها يا عم بتقول انك الظلام. طب كويس كويس. الله صحيح، قول لي يا عمي ايه المكالمة العالمية اللي جاتك دي؟ مكالمة عالمية يعني. يا ابويا يا عم سليم، يا اخويا يا عم سليم، اول ما قلت الو عينك بربشت ونفسك ما طلعش. انا قلت عم سليم هيروح مني ولا ايه؟ مش هتقول لي اسمها ايه؟ ساكنة فين؟ لابسة ايه؟ اشوفها ميتة. لا مش هقول لك حاجة واصل. اخرس. ماشي. المصيبة يا فارس ان انا كمان مش عارف اوصل لها، كل ما اكلمها تليفونها مقفول. مقفول ولا غير متاح؟ بس هي خدمتنا، الناس كلها بتتفرج على الحلقة، وكله بسبب مين؟ بسبب الجو. جو؟ ايه عادي الكلام القديم ده؟ قديم؟ تليفون يا عم، انا جاي لي تليفون، انا جاي لي تليفون، ما تتكلمش. ثواني يا عم ما تتكلمش خالص، جاي لي تليفون اهو. سامع سامع، رد. الو. سارة. ايه يا عم فارس؟ خير يا عم سارة. بقولك ايه، انا عايزك كده في مصلحة على الماشي. بص يا سيدي، انا عايز اعمل معاك حوار صحفي، ايه رأيك؟ معايا انا؟ ايوه. ما هو الفيديو اللي عمك سليم عمله قلب الدنيا، وانا بقى لازم استفيد واعوض ال 120 جنيه. ده كله بسبب حلقة عم سليم. بالظبط كده، مصلحك دي من أولها. ما هو يوم ليك ويوم عليك، ويا عم تبقى ردتها لي ولا إيه؟ لا يا ست. ماشي. طب إيه، هظبط وأشوفك ولا عايزه على التليفون؟ لا المهم أشوفك ونتقابل. خلاص اتفقنا، هظبط وأكلمك. ماشي، سلام يا معلم. سلام سلام. مين دي؟ الجو؟ الجو؟ الجو القديم ده يا عم. شغل فات كله كوم اتيكا، والواد 8 ده كوم تاني. ليه غدر ملوش مكان، وده غدر بيا وفختي. الواد ده لازم يموت وبايدي. انت كبير يا معلم، الواد ده عيل تافه، ده تسيبهولي انا بقى. ده العشان برضه عتيكة. وبالنسبة لشغلنا بقى ايه؟ مفيش شغل غير لما الواد ده يجي ورابطه تعلق على باب الحارة، والناس كلها تعرف ان ده جازات اللي يكسر كلام يحيى العطار. والله انت كبير، وحياة امي ما هسيبه. عملت اللي انا قلت لك عليه؟ بس الغريبة ان ما كانش في حد عايز يتكلم معايا غير واحد اسمه عزيز، بيقول لي كده تقريبا ان في واحده هي اللي عارفه عنه حاجات اسمها رحمه عند بيت او عند محل حمزه اللي عند البيوت جوه. طب بص احنا نتحرك على هناك على طول. اوكي. يلا بينا. على فين؟ عايزين نخرج. عم سميح قمر محدش يخرج ولا يدخل من الدار الا باذنه. يعني ايه يعني انتوا حابسيننا هنا؟ خطوه كمان وهفرغ السلاح ده فيك، دي اوامر عم سميح. فهمت ولا لا؟ لا بصراحه بقى ما فهمتش. ومش 8 اللي اتعمل معاه الغلط عشان تبقى فاهم. اللي انت بتعمله ده هو الغلط. انتوا بتتكتروا عليا عشان في حتتكوا؟ ما تنشفش. امين. يعني انا محبوسه هنا ولا ايه يعني؟ مين قال؟ انت ضيف عندينا، واكرام الضيف واجب. ضيفه ايه؟
انا مش فاهم. يعني انت قاعده هنا معززه ومكرمه وليك عليا؟ لا حد يأذيكي ولا حد يقرب لك، بس على شرط الباب ده ما تخطيهوش. ليه؟ اهو ده اللي زعل. عاد السؤال ده مش من حقك تسأليه. ولا انت من حقك تقولي اعمل ايه وما اعملش ايه. ماشي، مع ان اللهجه دي مش عجباني. ما هو لازم دلوقت تعرف انت بتكلمي مين. الخريطه اتغيرت والدنيا اتشقلبت. سبحانه. طب فين تماني؟ الواد اللي معاكي ده ما ترباش، رفع سلاح. وعرف الدار اللي يرفع سلاح تنقطع يده. بس انا قلت كفايه عليه حبس ليلتين. قولي لي ليه؟ عشان انتي بنتي الغالي. اهلا يا زكريا، نورت. منورك يا حاج. اتفضل. قول لي يا زكريا، وانت ماشي كده مش خايف حد من اهل البلد يشوفك ويبلغ عنك؟ دي تبقى عيبه في حقك قبل حقي. ليه؟ هو انا امسك لسان اهل البلد كلاتهم؟ عموما انا بقول لك عشان تحرص. خلينا في المهم. قول يا زكريا، قول. انا فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه وقررت. حاج وفيق، انا جاي اطلب يد بنتك. طيب طيب.